قلم. نورماندي ده الاسم الفني، اما عشامي مهلوبة بترقص وتغني خط ودامي. شخاليل 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 وحمام بغاليل وبنات ونايا وانا عايشة معاك على حلم جميل على حلم جميل. انا عايشة معاك على شط هواك يلي اسمك ايه اسمك ايه يا دي التمثيل يا دي التمثيل. شكاليل 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 وحمام زغاليل وصفوني الصبر ما صبرني وشافوني الحكمة ما طيبونيش ما طيبونيش ومشيت مشاور ولا وصلونيش وسألت كتير ما لقيتش دليل قال اسمك ايه قال اسمك ايه يا دي التمثيل يا دي التمثيل. حاجبني من واحد يتفضل فين النور فين النور طب فين السماعة. طبقنا في خناق طبقكو قمنا اتخانقنا بسبب ذكائكو لو كان طبقكو طبق طبقنا ما كانش قطر السعيد سبقكو. أباي هات الشومة عسران حاجبني مرتين يتفضل أنور وجدي بعقل شكتة جيت البسها كلتها العتة حظ الرقة الزر يبقى ده ايه لو دكتور اكتب لي روشيسة ممنوعة من اجل الصيمت والمشي عالسكة الحديد تاخدي العلاج ده بنتي وصام 30 رواية في الوريد قولوا تاني ممنوعة من اجل الصيمت والمشي عالسكة الحديد تاخدي العلاج ده بنتي وصام 30 رواية في الوريد وصفتك يا ست نظيرة دي هتعمل ايه مع فتحي؟ افتح الباب يا فتحي لو سمحت. حاضر. المطلوب وصل. فين؟ اهو اهو. فين ايه؟ انت ايه اللي اخرك بس يا ماي؟ الناس انا ميت من الجوع. عبال ما لقيت دكر بط كل اللي في السوق دكوره. ليه ما لقيتش دكر بط خالص؟ ما انا جبت لك دكر بط اهو. دكر بط بحاله؟ انا مش قايل لك تجيب فرخه؟ يابا فرخه مين؟ دكر بط وهتدعي لي. اهلا يا ماي. اهلا بيك. حماتك بتحبك. وانا والله بكرهها. ايه اللي انت جايبه ده؟ دكر بط. اصل فتحي قال ان انت يعني نفسك في البط فجبت لك دكر بط. لا انا عامله وزه. وزه وزه بحالها انت اتجننتي. الله
وكان حد قالك انا نفسي في البط؟ لا ما حدش قال، ولا كان حد قالك ان انا نفسي في الوز؟ يعني ايه خساره فيا؟ لا خساره ليا. يلا اهو سهم ونفس. بتاع دي حلوه قوي، حلوه قوي البطه دي. يا نهار اسود، ده بين انا اللي هخلف بطه ووزه، بطه ووزه. منك لله، عليه العوض ومنه العوض. ايه بطني يا فتحي؟ ايه اي بطني. بطني مغص. حاسه بغصيان؟ ايوه دي بنت توحامي. مبروك يا فتحي، هتبقى يعني مش هخلف خالص. الحمد لله. ايوه الحمد لله. دكتور بدل ما تحضنوا بعض. يا فتحي حرام عليك، اهدى شويه، اهدى 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 لسه المشوار طويل قدامك، لسه الواد هيعيا ولسه هياخدش الحضانه والمدرسه والجامعه، لسه هتجيبه من الاقسام، اهدى شويه. فكرك بعد كل اللي قلته ده ويطلع ولد؟ يا حبيبي اخوك مطلع وقاري وفاهم كل حاجه. وبعدين يا سيدي لو خيبت المره دي غير الاوضه مثنى وثلاثه ورباع. اوضه ايه اللي غيرها بس؟ انت عارف اوضه النوم بكام دلوقتي؟ وبعدين انا عايز اغير العربيه يا باينس. ربنا يسهل. اهدى اهدى يا مدام. يلا ده شويه مغص، قومي بلاش دلع. يعني ايه مفيش فايده يا دكتور مهروش؟ انت زي الفل وفتحي كمان زي الفل، غالبا العيب فيا انا. استني هنا. راح فين؟ راح فين؟ انا عايز اخلف. ماليش دعوه. زي الفل. ايه عايز اخلف؟ عايز اخلف. حاضر عايز اخلف. حاضر هتخلفي وتبقي زي الفل. ركزي بقى ركزي، خلاص بطلي بقى شغل العيال ده، جوزك هيطير منك. عايز تطير مني يا فتحي؟ ايه ده حاجه تعرف يعني ولد ولا بنت يا دكتور؟ ده مرووش. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، متعطلين ليه؟ جاهزه؟ اديني اللمبه الحمراء. لا شيل الاحمر، شيل الاحمر، حط لي الزرقاء. لا شيل الازرق، شيل الازرق. اقول لك حق، الغي اللمبه دي، الغي اللمبه دي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين. البتاع منزوله كله تمام؟ كله تمام. تعالى بقى من اول الشغل، اتفضل. ايوه ايوه، بس 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 بس، كفايه. عينك جوه، عينك جوه، شغال. جاهزين يا بنات؟ يلا يا جماعه اتفضل، هنسجل. ماينس ماينس. فيه تعال بص، كل ساعة الراجل يقول لي عايز اتجوز عايز اتجوز، لما كسر نفسي وزلني. شوف فيلم ايه ده يا عم في الليلة دي؟ طيب 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 افتكروا انتوا على الله، روح اقعدوا في الكافيتيريا، ما حدش يعرفني خالص. انا بس بدي افهم، احنا مش اتفقنا ان اتجوز اللي تجيب العيل وبعدين تتطلق؟ عماله تبطي وتبططي فيا ليه؟ ماني بخطوب لك يا معدول، بس خايفي. فيلم ايه ده يا ماينس؟ لا 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 لا، اوعى تخرجني من الحاله يا بروف. راح فين يا استاذ؟ داير داير داير، دور حد يجيب لي كرسي. تعال تعال خلاص بلاش كرسي. وخايفه منها؟ ايه تقعد معاها 19 وبعدين زي ما روحنا زي ما جينا. ونجابت الولد يبقى انا اللي ولدته. انت اللي ولدتي ايه؟ ينكتب باسمي. بسيطه، مكتب الصحه بتاعني، الاب عثمان والام حفيظي، ونكتني بقى لخلي اللي تتجلد. كل على دماغك يا حضره العمد. عثمان وحفيظه، مثل انت بقى اخوها معاها، واعتبر السبوره بتاعت الاعلان السبع كالها عم ماينس. طب ايه قولك ورايك في البنت فاطمي؟ اه بنت غلبانه ومقطوعه من شجرك. ايه انت اتهبلت يا راجل؟ حط عينيك على خرم الفونيا وانبصت بص لقدام، انبصت بص لقدام على الايام والناس والدنيا، واتفرج عندك يا سلام، اتفرج عندك يا سلام، اتفرج عندك يا سلام.
شلاطه عبطل خشني فاهم نفسه نجيب محفوظ فاهم نفسه نجيب محفوظ شهري وراح العكس الليله تعملي زي ما قلتلي الليله حلو قوي ده يا جماعه نور اوعى يا جماعه توقعوا مدير الاستوديو يا ناس حرام عليكم بهدلتوني وبهدلتوا الاستوديو 50 سنة سينما ما شفتش الجنان الازلي ده يا راجل انا فاكر في فيلم باب الحديد اخلص باب الحديد انت شيال في ايه عملت ايه معاه؟ الحمد لله يا ماينس فرمتها بالقطر طب بص انا عايزاك يا عمدي دلوقتي الليلة يا عمدي روح لها يا عمدة روح لها انت مش بتحب التمثيل روح مثل يا اخوي اهم حاجة تبعدها عني انا عايز اخلص الاعلان هتضرب في السوق ماشي يلا يا جماعة جاهزين يلا يا جماعة نجهز بسرعة ايه ده؟ ايه بتقولي انت عامله في روحك ده؟ ايه فكرت روحك سيبت ولا ايه؟ امشي يا بنت نجري على الزريبه طرفي تحت المعايم وبطاطي الجله ومن الميه وكنص الدار واحمي الفرن امشي نجري كاكي ماشش ما انت تاخد العلبه تلف بيها لفه كامله وانت بتجري اخسى عليك راجل طيفس فيش زريبه يا شايب مش قادر تستنى لما ينقفل عليكم باب اخس
يا عم ماينس ما تخلصت بقى الفيلم ده يا عم. يا بروف لازم تتقتل عشان الفيلم ده ينتهي. كمان هتقتل؟ حرام عليكم حرام عليكم يا اخوانا، انا ما بقاش يجيلي ولا اعلان، خلاص اتضربت في السوق، مراتي مخها ضارب والمساعد بتاعي مهفوف. انت هتطلع ياد ابو العيله ولا لا؟ على فكره ياد قضيه سليمان ابو حطب لسه ما انتهتش. اللي اتقتل في المصرف القاتل مجهول وبيدور عليه، وانت اللي قتلته، والدليل عندي والشهود كمان. انت هتطلع ولا خلي ليلتك زبل حمام؟ عارف بقى القضيه بتاعت المخرج اللي قتل المساعد بتاعه المهفوف ومراته؟ انا هقتلكوا انتوا الجوز. بس ايه مش اي حاجة، والمثل بيقول يا صاحبي كل حاجة وليها حاجة، يعني برضه اي حاجة حاجة تاكلي اكل ايه؟ لا دي حاجة مهمة جدا، زي صوت الدجمة يدا في ليالي الف ليلة، الف صوت نقدا وعدا. فصينا وفهمينا عايزة ايه عايزة ايه. عايزه اوري الدنيا فني، عايزه افرح عايزه اغني، عايزه اوري الدنيا فني، عايزه فرقه كبيره فرقه مهوله، فرقه يكون عددها الف انسي والف جني. طب نقدر انه قدر وانتهيتي، اغتنيت باغتنيتي، يعني راح الخير لبيتي، واللي من كام جمعه باته بكره تلقوني اشتريت. وافهم يا محمود اللي شغلوني عليك الصوت، اصل دي فزوره وليها حدود، ما تقولش غير الفيلم وبس. يا ابو حنفي ما تقولش غير الفيلم.